السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية التجارة تخصص محاسبة. في المحاضرة الأولى بتاريخ 18/10/2020 في مادة نظم المعلومات المحاسبية. إن شاء الله في هذه المحاضرة هنتناول الفصل الأولاني وهو بعنوان مدخل إلى نظم المعلومات. الفصل الأول دوت كان ضمن الباب الأولاني بالعنوان الإطار العام لنظم المعلومات المحاسبية. هنتعرف في الفصل دوت على مفهوم النظام، خصائص ومكونات النظام، طبيعة نظم المعلومات من حيث المفهوم، الأهمية، الأهداف، العلاقة بين نظم المعلومات وعملية اتخاذ القرارات، أنواع نظم المعلومات، خصائص ووظائف ومعايير تقييم نظم المعلومات، ثم ملخص الفصل وأسئلة للفصل. زي ما استعرضنا قبل كده إن الفصل الأولاني، الفصل الأول بعنوان مدخل إلى نظم المعلومات، ينبغي بعد دراسة هذا الفصل أن تكون قادرا على كل طالب وطالبة أن يكون بعد دراسة هذا الفصل يقدر يتعرف على النظام، يبقى عارف تعريف النظام، شرح خصائص ومكونات النظام، تصنيف النظم، تحديد ومفهوم وأهمية وأهداف نظم المعلومات، تحديد العلاقة بين نظم المعلومات وعملية اتخاذ القرارات، تصنيف أنواع نظم المعلومات، مناقشة خصائص ووظائف ومعايير تقييم نظم المعلومات. أول حاجة، كل حاجة، أول نقطة بنتناولها في هذا الفصل هو النشأة. النظم بصفة عامة نشأت واتطورت عن طريق ما يسمى بنظرية النظم. يبقى نظرية النظم هي النظرية التي لها الفضل في نشأة وتطور النظم. نظرية هو الحاجة الكبيرة العامة اللي احنا بنشتق منها النظم. تشمل تلك النظرية على مجموعة من المفاهيم والفروض والمبادئ التي يمكن تطبيقها بشكل عام على مجالات المعرفة المتنوعة. النظرية دي حاجة كبيرة تشتق منها النظم، ولا ينصب اهتمام تلك النظرية على عناصر النظام فقط، ولكن تشمل العلاقات المتبادلة بين تلك العناصر أيضا. وتتضمن هذه النظرية ثلاث حاجات مهمة: فلسفة التعلم، تحليل النظم، إدارة النظام. فلسفة التعلم زي الطفل بيتعلم طول حياته لغاية لما بيكبر، توضح منهجية التفكير العلمي المنطقي، تعلم ازاي يمشي، ازاي ياكل، ازاي يشرب. ثم بعد التعلم انسان يبتدي يحلل. لو طفل صغير عاوز يمشي، الأول بيتعلم ازاي الناس بتمشي، بيحط رجل الشمال او اليمين الاول وبعدين الخطوة التانية او القدم الاخرى، وبعدين يبتدي يحلل بهدف اتخاذ القرار في المشي، ان هو يقوم يقف ويبتدي يمشي. ثم الادارة، وهدف الى تشغيل بيانات لانتاج المعلومات. لو انا طبقت في نظام المحاسبة عندي، اول حاجة بتعلمها ازاي احول البيانات لمعلومات، ثم ازاي استخدم هذه المعلومات في اتخاذ القرارات، ثم ابقى عارف ازاي ادير النظام واشغل النظام عشان انتاج المعلومات. مفهوم النظام. المحاسبة علم اجتماعي. معنى علم اجتماعي يعني فيها آراء متعددة بالنسبة لبعض المفاهيم، ويوجد اختلاف بين الباحثين في تعريف مفهوم النظم. يعني ايه كلمة النظام؟ قلنا يوجد اختلاف بين الباحثين في تعريف أو وضع مفهوم للنظام في مجموعة كبيرة من المفاهيم. لخصنا هذه المفاهيم، قلنا إن النظام عبارة عن إطار يشمل مجموعة من الأجزاء والعناصر، إطار في أجزاء وعناصر المترابطة والمتداخلة والمتكاملة مع بعضها البعض، تتفاعل فيما بينها في ضوء مجموعة من المبادئ ووفقا لسلسلة من الإجراءات لتحقيق هدف أو أهداف محددة. نشرح العبارة ديت
النظام اطار. الاطار ده فيه ايه جواه؟ فيه اجزاء وعناصر، مكونات. الاجزاء والعناصر دي المكونات ليست منفصله عن بعضها، ولكنها متداخله مع بعضها ومتكامله، يعني بتؤثر وتتاثر جميع العناصر بعضها بالاخر وتتفاعل فيما بينها. طيب بتتفاعل بناء عن ايه؟ بناء عن مبدأ، مجموعة من المبادئ. طيب مجموعة من المبادئ، لا، في اجراءات اللي هي سلسلة من الاجراءات، يعني مجموعة من الخطوات بتتفاعل هباء ولا لتحقيق هدف. النظام بيسعى في النهاية لتحقيق هدف محدد، مفيش نظام ملهوش هدف، كل النظام له هدف يسعى لتحقيقه. خصائص ومكونات النظام، الشكل دوت بيوضح خصائص ومكونات النظام. هنلاقي ان في مجموعه من الاجزاء والعناصر اللي قلنا عليها في التعريف، مجموعه من الاجزاء والايه والعناصر، اللي هي عباره عن مدخلات، تشغيل، مخرجات. دول ثلاث حاجات، دول مدخلات، تشغيل، مخرجات، لازم يبقى عليهم رقابة وتغذية عكسية. ثم في بيئة بتحيط بالنظام، وفي حدود اللي هو الخط المنقط دوت للنظام، وهنعرف كل حاجة فيهم بالتفصيل. النظام يتكون من مجموعة من الأجزاء والعناصر المترابطة. أول حاجة عندي المدخلات. يعني إيه مدخلات؟ المدخلات هي نقطة بداية عمل النظام، وتتمثل في الاحتياجات الأساسية أو الأولية لعمل النظام، وقد تأخذ شكل أرقام مجردة أو أشكال أو رسوم أو صيغ الأوامر الإدارية وغيرها. ندي أمثلة على المدخلات، ناخد مثال مش محاسبي وناخد مثال محاسبي. مثال مش محاسبي ليس محاسبيا هو مثلا لو انا عندي مصنع، المصنع دوت يهدف الى انتاج غزل او بيصنع من القطن خيوط غزل، يبقى المدخل بتاعي عبارة عن القطن. هل القطن منتج نهائي؟ لا، يمكن الانسان يستخدمه كملابس بالشكل الاولي بتاعه؟ لا، ده المدخل. طيب في المحاسبة الفواتير، ايه تاني غير الفواتير؟ الاوامر. ايه تاني؟ اوامر الدفع والتحصيل. ايه تاني غير الاوامر والفواتير؟ في حاجات تاني كتير جدا، زي كشوف الحساب وغيرها وغيرها وغيرها، فواتير تاني بتجي لي من حته تاني. دي كلها مدخلات ليس لها دور في عمليه اتخاذ القرارات، ليس لها دور في عمليه اتخاذ القرارات، عباره عن مدخل. ثم بعمل على المدخلات ديت عمليات تشغيليه. قط جوه مكن، تشغيل، بيانات في شكل فواتير وغيرها، اعمل لها عمليه تشغيل محاسبي، اعمل منها قيود يوميه، ترحيل، دفتر استاذ، ثم ميزان المراجعه. يبقى عمليات تشغيليه هي مجموعه العمليات التي تجرى بواسطة الأجهزة أو القوى البشرية التي تقوم بتحويل المدخلات إلى مخرجات من خلال توجيه تفاعل هذه المدخلات وربطها باستخدام قوى بشرية ومادية وإجراءات أخرى. المخرجات، نرجع للمثال، قطن جوه المكن تحول إلى خيط. الخيط ده بستخدمه في حاجات كتير أو ممكن يبقى منتج نهائي. مجال المحاسبة بتاعنا فواتير، عملية تشغيل، تشغيل ايه؟ قيود يومية، دفتر أستاذ، ميزان مراجعة، يخرج في صورة تقارير وقوائم مالية. تقارير وقوائم مالية. المخرجات هي حاصل تفاعل العمليات التشغيلية التي تجرى على المدخلات وفقا لأهداف الموضوعة. مخرج ده الناتج النهائي من النظام والذي يذهب إلى البيئة المحيطة.
تقارير والقوائم المالية بتروح للبيئة المحيطة. قوائم مالية بتاعتي زي قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغير في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، قائمة الإيداعات المتممة، دي بتروح للبيئة الخارجية سواء للجهات زي الضرائب، للبنوك، للمستثمرين، لكافة الأطراف الخارجية. وقد تكون هذه المخرجات في صورة منتج نهائي أو بسيط أو معلومات تساعد على اتخاذ القرارات. معلومات تساعد على اتخاذ القرارات زي نظام المعلومات المحاسبة. بالإضافة لهذه الأجزاء الأساسية في نقطتين مهمين جدا، الرقابة كنترول. الرقابة هي عملية التأكد من أن مخرجات النظام متوافقة مع ما كان مخطط لها واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر. مثال في المحاسبة ومثال غير محاسبي. مثال غير محاسبي، مصنع لصبغة المنسوجات. المصنع دوت عاوز يطلع مجموعة أقمشة باللون الأخضر. لو القماش طلع أبيض زي ما هو يبقى في عندي حاجة غلط، يبقى لازم أراجع الخطوات من الأول. محاسبة، لو أنا عندي فواتير وعاوز في الآخر قايمة دخل وطلع لي قايمة تانية زي الاتفاقات النقدية أو ما ادانيش شكل القايمة، في عندي حاجة غلط لازم أراجع تاني النظام. التغذية العكسية فيدباك، يقصد بالتغذية العكسية أن مخرجات النظام ترتد مرة أخرى بطريقة عكسية للتقييم والتصحيح. وهنقول الفرق بين الرقابة والتغذية العكسية بمثال كلنا بنعمله في الامتحان. لو أنا عندي مسألة في الرياضة وعارفين إن الاحتمال يتراوح بين الصفر والواحد، لو أنا طلعت النتيجة بتاعتي 2 يبقى عندي حاجة غلط. لو أنا ابتديت أحل المسألة أو أراجع الحل من الأول خطوة حتى آخر خطوة، دي اسمها رقابة. لكن لو أنا ابتديت من العكس آخر خطوة لغاية أول خطوة، يبقى أنا بعمل تغذية عكسية. مكونات وعناصر النظام قلنا عبارة عن مدخلات، تشغيل، مخرجات، وفي عنصرين في غاية الأهمية هما الرقابة والتغذية العكسية. نرجع تاني، خصائص ومكونات النظام. أول نقطة فيها كانت مجموعة من الأجزاء والعناصر المترابطة اللي هم عبارة عن مدخلات، تشغيل، مخرجات، وفي رقابة وتغذية عكسية. ثم مجموعة من المبادئ، يبقى أول حاجة عندي النظام، مجموعة من الأجزاء، ب مجموعة من المبادئ. يشمل النظام على مجموعة من المبادئ والقواعد المتعارف عليها. مبدأ، النظم تشتغل وفقا لمبادئ وليس بشكل جزافي، وفقا لمبدأ، والتي تحكم طبيعة وسلوك أجزاء وعناصر النظام والعلاقات المتفاعلة بينها وبين البيئة الخارجية. والمبادئ دي بتتحكم في الإجراءات أو سير العمليات. هدف المبدأ إن هو يمنع أو يصحح الخطأ. وإحنا عندنا كتير من المبادئ المحاسبية. ثم سلسلة من الإجراءات، تتمثل سلسلة الإجراءات في المراحل. الفرق بين المبادئ والإجراءات واضح. مبدأ قواعد متعارف عليها بمشي عليها. إجراءات عبارة عن مراحل توضح سير العمليات المختلفة للنظام. مزاياها إيه؟ تدعيم الاهتمام بالنظام، سهولة الإشراف والرقابة على العمليات، تدعيم إنجاز العمل بروح الفريق، تحديد سلطة ومسؤولية كل شخص في النظام عن العمل المنوط به تنفيذه، التعرف على العلاقات المتبادلة بين عناصر وأجزاء النظام، سهولة إجراء تحليل فعال للنظام، زيادة ديناميكية العمل داخل النظام. تعتبر أساس للتدريب والرقابة على عمليات النظام.
تساعد في تقييم النظام. أهداف النظام د أهداف النظام، احنا قلنا إن النظم تشتغل لتحقيق هدف أو أهداف محددة، وليس بشكل وليس هباء، بل لتحقيق هدف محدد. يسعى كل نظام إلى تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف، ويؤثر ذلك الهدف أو تلك الأهداف على إطار وإجراءات تنفيذه لعمليته. كل هدف من دول فيه عنصرين، الأثر يعني النتيجة المرغوبة، والنطاق الزمني لتحقيقه. مثال، عاوز أخرج منتج نهائي طلبة من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ تخصص محاسبة. المدخل طالب معاه ثانوية عامة، يقعد في الكلية 4 سنوات يدرس مواد، يتخرج بعد الفرقة الرابعة بعد 4 سنوات محاسب. يبقى عندي النتيجة تخريج محاسب وفقا لقواعد وضوابط ضمان جودة التعليم. النطاق الزمني بتاعي كام سنة؟ 4 سنوات. بيئة النظام، يقصد ببيئة النظام كل ما يحيط بالنظام ويقع خارج حدوده، ومع ذلك تتفاعل مع النظام وتؤثر وتتأثر به دون أن تخضع لسيطرة النظام. مثال، أنا جوه المدرج بشرح المحاضرة مع الطلبة، ده نظام تعليمي داخل المدرج، ده النظام التعليمي. طب البيئة فين؟ كل ما يحيط بخارج المدرج. يعني مثلا احنا في الشتاء، لو المطرة مطرت ده خارج النظام، هنتأثر، لازم نقفل الشبابيك. طب هل احنا نستطيع ان نؤثر على المطر بره؟ لا، بس بنتأثر بيه. قيس على دوت حاجات كتير جدا. حدود النظام، هناك فرق جوهري بين بيئة النظام وحدود النظام. يقصد بحدود النظام الخط الذي يفصل بين النظام والبيئة المحيطة به. لو أنا قاعد جوه المدرج، أركان المدرج دوت هي الخط اللي بيفصلني عن جوه المدرج أو بره المدرج. يبقى الخط اللي بيفصل بين داخل النظام التعليمي داخل المدرج أو خارجه في البيئة الخارجية سميه حدود. يبقى الحدود الحد اللي بيفصل بين نظام تعليمي مثلا زي المدرج والبيئة المحيطة به زي خارج المدرج. ويحدد هذا الخط ما يدخل ضمن سيطرة النظام وما يخرج عن سيطرته. فالعناصر التي تقع داخل هذا الخط تدخل ضمن النظام وتخضع لسيطرته، أما التي تقع خارجه فتمثل البيئة الخارجية للنظام. مهم جدا ان احنا نعين حدود النظام علشان نبقى واضح ومفهوم ايه العناصر اللي داخل النظام وايه البيئة اللي خارجه، حتى يمكن تحديد العناصر الداخلة والخارجة لهذا النظام. مع ملاحظة ان تحديد الحدود ديت في بعض الاونة وبعض الانظمة قد يكون غير واضح وصعب تحديده جدا. نراجع مرة تاني، قلنا إن النظام خصائص ومكونات النظام، أول حاجة مجموعة من الأجزاء والعناصر، ألف مجموعة من الأجزاء والعناصر تشمل مدخلات، تشغيل، مخرجات، وفي عنصرين معاهم الرقابة والتغذية العكسية. يبقى أول حاجة، تاني خصائص ومكونات النظام، أول حاجة فيها مجموعة من الأجزاء والعناصر تشمل على مدخلات، تشغيل، مخرجات، مع عنصرين مهمين رقابة وتغذية عكسية. ألف مجموعة من الأجزاء، ب مجموعة من المبادئ، جيم سلسلة من الإجراءات، د أهداف النظام، ه بيئة النظام، واو حدود النظام. يبقى أنا عندي مكونات النظام 6، أجزاء وعناصر، مبادئ، إجراءات، أهداف، بيئة، حدود. في
في نهاية هذه المحاضرة أتوجه بالشكر لطلبة وطالبات الفرقة الرابعة